Donc, on commence par vœu l'ambiguïté de l'ancien. Il se donne un ordre sur une voie périphérique importante. بعض الوحدات العملية والهدف منها هي توزيع الخريطة العملياتية للحماية المدنية لتشمل البلديات والدوائر والمقاطعات اللي مش مغطية بالحماية المدنية. الآن التغطية حاليا تتم بحوالي 44 وحدة عملياتية في انتظار إنجاز 9 وحدات أخرى. طبعا كما لا يخفى عليكم بان مدينه الجزائر العاصمه تشهد نشاط اجتماعي واقتصادي جد مكثف، وبالتالي انشاء مثل هذه الوحدات من شانه تقليل من وقت الاستجابه للنداءات الاستغاثه. بالنسبه للحمايه المدنيه عرفت في السنوات الماضيه تطورات ملحوظه بتحسين اولا العنصر البشري من حيث التكوين والرسكلة، وكذلك تدعيم بتجهيزات حديثه اللي تسمح لنا باش نقوم بتغطيه شامله وكامله ونتجاوب مع كل الحوادث اللي توقع لنا، سواء حوادث يوميه او بالنسبه حتى للكوارث الكبرى. إذن احنا الاستراتيجية تاعنا أن نواصل بنفس المنوال، لأن الحماية المدنية الآن راهي ذات البعد الدولي تاعنا بعد ما تحصلنا على الشارة الدولية للحماية المدنية. في أشد الحاجة إلى هذه الهياكل، وفي نفس الوقت إن شاء الله نسعى باش نزيد ونواصل هذا المجهود، لأن ما زلنا في حاجة على مستوى ولاية العاصمة إلى الهياكل، ومنيتنا إن شاء الله نعمل ونسعى باش نوصل هذا المجهود، ومنيتنا في كل بلدية تكون فيه وحدة للحماية المدنية. احنا عندنا 57 بلدية تغطية، اليوم راه فيه بعض البلديات مغطية لكن فيها بعض ما يسمى وحدات متقدمة، ولكن احنا أمنيتنا في كل بلدية تكون وحدة الرئيسية تابعة للحماية المدنية في كل بلدية باش تكون التغطية كافية وشاملة.